بسم الله الرحمن الرحيم. أهداف القيادة الرقمية: محاولة إعادة هيكلة المؤسسات التعليمية التقليدية الحالية لتحسين القيادة التقليدية المتمثل في كسب الوقت وتقليل التكلفة اللازمتين لإنجاز المعاملات وفق تطور مفهوم القيادة الرقمية. إعادة النظر في الموارد البشرية المتاحة للمؤسسات التعليمية والعمل على رفع كفاءتها ومهاراتها التقنية لربط الأهداف المنشودة للقيادة الرقمية بالأداء والتطبيق. من أهداف القيادة الرقمية: تقييم البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتحريرها لكي تستجيب ومتطلبات الخدمات اللازمة بالحجم والنوعية لتحقيق الخدمات للقيادة الرقمية. تحسين مستوى الخدمات عن طريق تجاوز الأخطاء التي قد يقع فيها الموظف العادي عند قيامه بعمله، خصوصا بما يتعلق بالمؤسسة التعليمية. من أهداف القيادة الرقمية: التقليل من التعقيدات القيادية، وذلك من خلال التقليل من البيروقراطية في القيادة التعليمية واختصار مراحل إنجاز المعاملات، تخفيض التكاليف، ومن ذلك إمكانية حصول الأفراد على المعلومات والبيانات التي تلزمهم للحصول على خدمة معينة عن طريق شبكة الإنترنت دون أن يكلف نفسه مراجعة المؤسسة التعليمية. من أهداف القيادة الرقمية: تحقيق الإفادة القصوى للعاملين في المؤسسة التعليمية، ومن ذلك اتباع أسلوب موحد للتعامل مع جميع العاملين في المؤسسة التعليمية بما يحقق المساواة في تقديم الخدمة، كذلك قيام نظام الخدمات الرقمية بالعمل على مدار الساعة. إدارة ومتابعة الإدارات المختلفة للمؤسسة التعليمية وكأنها وحدة مركزية. تجميع البيانات من مصادرها الأصلية بصورة موحدة. من أهداف القيادة الرقمية: التقليل من المعوقات التي تزامن اتخاذ القرار عن طريق توفير البيانات وربطها بمركز اتخاذ القرار. خفض التكاليف الباهظة أثناء متابعة عمليات الإدارة المختلفة. زيادة الترابط بين العاملين والإدارة التعليمية العليا ومتابعة إدارة الموارد كافة. من أهداف القيادة الرقمية: توظيف تكنولوجيا المعلومات لدعم وبناء ثقافة مؤسسية إيجابية لدى كافة العاملين بالمؤسسة التعليمية. تسهيل طريقة الحصول على الخدمات والمعلومات في أي وقت لكل من المعلمين والطلاب وأولياء الأمور. الدقة والسرعة في إنجاز الخدمات والمعاملات التعليمية الخاصة بالمعلمين والطلاب. من أهداف القيادة الرقمية كذلك التقليل من الواسطة والمحسوبية المنتشرة بين العاملين في مختلف الوظائف. تفاعل المنظمات التعليمية مع المنظمات الأخرى. الإنجاز السريع للأعمال واختصار زمن التنفيذ في مختلف الإجراءات التعليمية. من أهداف القيادة الرقمية تقليل مساحات العمل داخل المنظمات التعليمية. الحد من استخدام الأوراق في الأعمال الإدارية التعليمية. إمكانية أداء الأعمال التعليمية عن بعد، مما ينعكس على ذلك تقليص الحاجة إلى التنقل. من أهداف القيادة الرقمية كذلك العمل الإلكتروني يساعد على التقليل من الأخطاء المرتبطة بالعامل الإنساني، مما يكون لإدخال التقنية دور كبير في نجاحها. إن العمل الإلكتروني يعمل على زيادة وتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات التعليمية. إيجاد مجتمع قادر على التعامل مع معطيات العصر الرقمي. من أهداف القيادة الرقمية كذلك زيادة حجم التبادلات المعلوماتية بين العاملين بمختلف المؤسسات التعليمية الأخرى.
الحفاظ على حقوق العاملين من حيث الإبداع والابتكار في البرامج الإلكترونية في المؤسسة التعليمية، تعميق مفهوم الشفافية والبعد عن المحسوبية بين العاملين بالمؤسسة التعليمية. أيضا من أهداف القيادة الرقمية الحفاظ على سرية المعلومات وتقليل مخاطر فقدها، وخصوصا ما يتعلق بالتقويم والسجلات والتقارير الوظيفية، تسهيل إجراء الاتصال بين الإدارات التعليمية والمنظمات والأجهزة الحكومية، التعليم المستمر وبناء المعرفة الجيدة لمختلف العاملين في المؤسسات التعليمية. أيضا من أهداف القيادة الرقمية إلقاء نظام الإرشيف الورقي واستبداله بنظام أرشفة إلكترونية، إلقاء عامل المكان، إلقاء تأثير عامل الزمان من خلال الشبكة الرقمية. إن العمل الإلكتروني هو الخيار الحتمي الذي يتيح التوافق مع بقية دول العالم التي تتجه إليه بقوة نحو التعلم الرقمي.